السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تيك توك. نكمل معكم تختيم 100% لعبة فاين فانتسي 7 ريميك ريبيرث، والآن ندعس بنروح فين؟ بنروح حنا هنا، ننزل هنا المفروض، نبغى ننزل هنا نقطة هنا. يلا الآن احنا بنجيب الشوكوبو عشان نعرف فحط. الآن أي عدو تقابله زي ما قلنا صلح له، ايش صلح له؟ فحص على طول، أسس على طول على طول، ولا تناقش ولا شيء. مات الثاني، مات الثاني، البصلة مات، هذا البصل الأخضر هذا. يلا لا أظن معنى خلاص عرفنا. يلا يلا ادعس، اجيب الشوكوبا عشان خلص بسرعة. الغزل هذا ما يتفاعل معاه، ايش سولفون؟ هذه اشياء تجمعها، هذه تجمعها للتصنيع، والتصنيع في حاجه كنت اتكلم عن التصنيع بس دقيقه. التصنيع اللي هو تصنع هنا الادوات، تمام. اول شيء تجيب اللي هي الوصفات من العالم، اما تشتريها من التجار تبقى تلقاها في العالم، لكن عشان تصنع اشياء اكثر لازم تزيد اللي هو مستوى الصناعه عندك. شوف مستوى الصناعه، مستوى الصناعه عشان يزيد لازم تصنع ادوات جديده، زي مثلا عندك البوشن هنا، او عندك خلينا نقول خلنا نقول هذا الايكوميست. الايكوميست هذا ما اقدر اصنع، ليش؟ لازم يقول لك لازم تصير مستوى 2. مستوى 2 فين؟ شوف الرقم 1 هذا لازم تصير زي كذا، فعشان ترقيه ذا لازم تصلح شيء جديد. مثلا لو صنعنا بوشن الان نعلق على اكس، طبعا لازم نجيب الادوات اللي هي في اليمين، السيج والبلانت بليسنج. يلا الان صرنا نص، الان بس نصنع حاجه ثانيه ونصير 2، فنجمع ادوات. هنخلص منه لو بسرعه، خلاص الليله ذي. لا البصله تموت، ما صلحتها، ما صلحت لها ذا البصله. وين هي؟ ماتت. اوكي كويس صلحت لها. هذا هو اللي مهم جدا، لازم تفحص، لانه الوسخ ذا شد لي، يعني هي خاصه بالبلات، يعني تبغى تجيب البلات افحص من الاخير كذا. يلا هي اضرب انت، انت ماشي في العالم جمع ادوات. احنا الان بنروح في اتجاه هنا، او ما تستفيد الان بدون الشوكب، ونوعا ما ما تستفيد. تلقى لك اللي هي ممكن تلقى لك صناديق في العالم، هل شفت اعداء طايرين؟ في صندوق، في صندوق هنا أظن، في صندوق هناك، هاتني أسبح. وعند النقطة إحنا رايحين لها في صندوق هنا، يقول لك إيش هنا؟ يعني هذا تلقاه طايح، شوف العلامة السوداء هذه، يعني هذه أداة تلقاها طايحة. إذا جاك لونها أصفر، الأداة فيها اللون الأصفر، يعني هذه أداة نادرة. وإذا طلع لك عليها صورة عظم، يعني هذه تلقاها من الأعداء، فهمتوا؟ فانتبه للقنات، القنات لها معنى، مو بس كذا عشوائية. هذه ادوات يعني نادره. صناديق اللي فيها شيء، ايوه طلع عندنا كوشن كويس، الكوشن هذه. طيب احنا ماشيين كويس. الان عندها هنا حقة الشوكوبو، اظن ما يصلحها الان، لازم لا ما يصلحها صح؟ ما يصلحها الان، لازم نجيب الشوكوبو، خلص من الشوكوبو. اوكي في الذيب، بس اصلح فحص للذيب. الذيب فينه؟ هذا الديب غاس وولف، ممتاز. يلا علمنا شرحها، ايوه لزق واحد، لفل العد اصحابي لفلوا كويس. اضرب بي فاير، اظن يكره فاير ذا، خش عليه بس زي كذا. وصل ليله، طبعا سهل حنا فما تفرق بشكل كبير. ودي شو دام تمشي على الطريق، لو فيه ما فيه في هناك عدو، في اسم عدو طلع بس، لا طائر النورس.
معنى شيء كويس صلحنا ذا دقيقة جمعنا شيء صلحنا أداة لسه ما جمعت الأدوات غريبة. طيب صح بداية جيدة إنك لو تروح هناك تلقى شو اسمه صناديق كان عندنا أعداء جدد نفحصهم هذول يظنهم ضعاف ضد البرق أو النار لا من لونه كذا أزرق ضعاف ضد النار. طيب صلح الفحص اوكي البرق والنار اوكي ممتاز عندك انت ما عندك غير ثندر ما هي مشكلة لعب الاخت هذي هاي اظن معها الليزرد اوكي استقرناه هذا معاه اللي هو نار مات كله مات اخذنا قطعة شوف كيف قطعة صورة عظمة اخذناها يعني هذه قطعة تطيح من الاعداء اللي عليها صورة عظمة الاعداء هنا حولي الاعداء حولي وين هناك الذيب هو حيوان غريب اوكي كويس نصلح فحص الذيب مشاكس الذيب لا ركز على هذا انا افحص الشيء ذا الغريب البيفر مدري ايش هذا التوكسي ايوه توكسي ريت جرث فحصناه ضعيف ضد الثلج ما يهمنا بس اشتغل على الذيب ذا والله الذيب ذا قوي ترى مات ممتاز يلا شوف انت اي زي ما قلت شو اسمه الماتيريا دائما البسها كلها لا تخلي ماتيريا ما حد لابسها بالذات تبغى ترقيها لانه حتى اصحابك اللي خارج المعركه تترقى اللي هي اخذنا فونكس داون هنا تترقى اللي هي الماتيريا اللي معاهم فدائما خليها الماتيريا احد لابسها دائما بالذات اللي هي شو اسمه الماتيريا بشكل عام يعني اي ماتيريا تبغى تحتاج ترقيه خلوا يلبسونها دي دوتش نصنع يوصلنا الميناء او شي نصل الميناء وناخذ لنا قطع في الميناء سلاح لكلاود يعلمك ان هذه بالعاده تطلع بعض الاحيان العلامه هذه يعلمك فين طريقك يلا ادعس وهذا الميناء طيب يلا الميناء ايش عنده الميناء عنده هذا شايفين هنا اوريكم هنا في الميناء خلينا نشيل هذه الميناء هنا تلقون قطعة اللي هي السلاح هذا السلاح ده مهم جدا السليك سايبر نجينا الآن يقول لك والله ما أدري إيه نحتاج نقطع الموية هذه يقول أوكي مشكلة نروح المزرعة يقول لك روح المزرعة بس قبل نروح المزرعة نجي هنا نزبط الولد كلاود نعطيها السلاح هذا السلاح يشيل ماتيريا اكثر ممتاز لان نجي هنا ناخذ ماتيريا عندنا ماتيريا فيه ماتيريا فاضيه نعطيه ماتيريا ما دام عند زي البويزن زي الويند لا نجي من هنا برير ما نحتاجها هذا حلو ذا السجن بس لا بعدين ناخذ ماتيريا ما احنا مستعجلين هذه عندك لو حركات عند الاي تي بي شارج ريت اب يخلي الاي تي بي يزيد بسرعه ممتاز بصراحه اوه هذا يخلي ايش؟ يخلي ضربات البنشر اكثر ممتاز وتدرون لا والله هذا احسن يزيد الاي تي بي بسرعة ممتاز نسبة 10% جيدة يعني جيدة جدا يعني كل سلاح له قدراته ف يصير يزيد الاي تي بي بسرعة نحتاج من الاي تي بي يزيد بسرعة عشان خاص بسرعة الان بنروح للشوكوبو في عدو جديد ممتاز السنجاب هذا ما لاحظت انه يزيد خلنا نفحص السنجاب في السنجاب ما ضعيف ضد شيء هم بعاد يجيك سنجاب شو اسمه ثلجي وسنجاب شو اسمه سنجاب ثلجي وسنجاب ناري فالناري تضرب بالثلج والثلجي تضرب بالنار نضربها بالدايف كيك
حتى ستيل ترى حلوة. طب العادة أنا في اللعبة هنا أستخدم اللي هي قدرة ستيل السرقة، أسرق منهم أشياء رهيبة الأعداء. لك في شيء؟ كنا في شيء، ما في شيء هناك. هذا الشيء هذا في شيء، في نقطة هنا. ليش؟ النقطة اللي هي هذا، في استكشاف هنا نجي بعدين. ناسي والله ايش فينا تصدقون. كل عندك هنا اللي هي شوكوبو ستوب، نجي بعدين. شوف اسمع الموسيقى بس يا اخي، الموسيقى جبارة، موسيقى جبارة رايقة رايقة على الاخر. الموسيقى ارفع الصوت شوي. ايش عندنا؟ سنجاب وجرد مالنا فيهم. نجيب شوكوبو عشان خلص بسرعة من جوة. انا بركز على انت، العب انت لا تقعد تسرع زيي. انت فله في العالم، طور الشخصيات، طور الشخصيات. شوف كيف انت عشان توصل يعني انت تقدر الان قبل توصل النقطة هذه، النقطة هذه تقدر تلف هذه المناطق هذه كلهم. حطوا لك نقطتين عشان تيجي هنا وتشوف ايش فيه هنا وتلف هنا. بصراحة بداية حلوة جدا. انا بس مستعجل ابغى خلص الليلة ونجمع الاشياء اللي موجودة هنا. طلع دخلنا للشوكوبو، قابلنا هذا الشخص وما عنده شيء. هذا نيجي الان هنا قبل ندخل في الحظيرة، روح في الخلف زي كذا وجمع القطعة اللي هي قطعة اكسسوارات مطلوبة للبلات. شايفين هنا؟ شايفين خلف الحظيرة؟ خذها، هذه الريشة. نيجي هنا الان وندخل في الحظيرة ونلقى بنت نكلمها. بس نلقى هذا معناته من ذا، هذا زعلان مدري ليش زعلان. قبل نكلم البنت، يمين البنت نلقى صندوق. الصندوق هذا فيه عصا او سلاح لإيرث، سلاح إيرث اوريكم اللي هو هذا. ناخذه، هذا رهيب، ذا تايمليس رود، ممتاز. خذناه، غير الحركة حقته. فاير دامج اب، اوكي فاير دامج. نرفع اللي هو شو اسمه النار، قوة النار. نطلع فوق، فوق فيه شو اسمه، في صندوق بس اظن فيه اداة بس ما نعرف شين. خلينا نشوف تاكد شين. طلع فوق يا ورع، ايش في الصندوق هذا؟ في المج مجل ميدل، مهم جدا. هذه شو اسمها المجل ميدل، هذه اللي هي ميدالية المجل. ميدالية المجل هذه مهمة لي، خلينا نكلم هذه بس نبدا المهمة. هذه مهمة اللي تشتري من متجر المجلز. طيب بعلمك تقول لك جيب لي الجولدن برام، الجولدن بلام عشان تشتري من عندي. الجولدن بلام هذه اللي هي خاصة بايش؟ اذا فتحت اللي هي الشوكوب ستوب. كمان تبيع لك أدوات صناعة، هذه أدوات صناعة، دي تبيع لك أدوات صناعة. شايفين؟ ما أحتاج، أنا أبغى فلوس أنا بصراحة. طيب يلا، تقول لك اجمع لي الجولدن بلام عشان أزبطك. يلا الآن نروح نصيد شوكوبو. يلا نروح نصيد شوكوبو. طيب الآن نبحث عن آثار شوكوبو. آثار الشوكوبو فين؟ عندك اثار هنا الشوكوبو شايفينها، هي ايضا تتغير من مكان لمكان او من وقت لوقت. شوف هذه اثار، شوف الاثار في الارض يا خشوه. راح هنا نجري من هنا، نجري من هنا. شوفوا هنا اوريكم، اظن المكان ما يتغير، اظن مكان الشوكوبو بشكل عام في الاثار في الارض كذا. تصيد انت الشوكوبو بالاسلوب هذا، تصيد الشوكوبو. شوف كيف اصلا الشوكوبو تحت هنا، هذا الوهم. يلا نصيده، أوريكم في الخريطة فين. في الخريطة هنا اللي يبغى بس يروح على طول دغري هنا. شايفين؟ يلا نعلمونك كيف. خلاص انت الآن يقول لك، لا انت بقول لك الشوكوبو، الشوكوبو لا انتبه لك بس كذا. طيب تشقلب زي كذا كمان، بس انتبه ليشوفك، انتبه ليشوفك. ابدا كيف نايم، ابدا ليش نايم. يلا الآن تضغط، الآن هو شايف في اتجاهك، شو تصلح؟ تضغط L1 وترمي حجرة هناك، شايف هناك بدائرة مربع، حجرة كيف كبيرة. الآن هو عنده
شريط أخضر، قبل أنت الشريط حاول تجي عنده تضغط مثلث وتمسك كده. احنا مسكنا الشكل، خلاص مسكنا الشكل واخذنا 2 جولدن بلم. يلا الآن نلحق الشكل. راح الشكل، رجع هنا. اوكي نرجع يلا نرجع المزرعة. طفشوني هذول، زعلان يشتكينا الشكل، يقول هذول جاوني صدوني. طيب يلا هذا هو الشكل شايفينه الآن. كلم الوالد، الولد حتى الوالد زعلان، يقول ليش تصيدون الشكل حقتنا. يلا هو لله كذا زعلان، هذا ما يحتاج سبب. طيب الآن شو عنده الآن كمان؟ جانا واحد، مين جانا؟ شادلي هذا الغثيث. يلا شادلي، يقول تذكرني؟ يقول ذكرك، أحد ينساك؟ أنت طفشت أمنا في البلاد. يلا الحق شادلي، الحق شادلي. يلا شادلي وراه، شادلي الآن بيورينا على البرج. شادلي الآن بيدينا على البرج، يبغاك تفتح البرج، يعلمك على الانتل، هذه أهم حاجة في اللعبة. الانتل هذه لازم تخلصها كل أول بأول. يلا شغلي الانتل هذه. يلا شو عندك شادلي؟ الآن فتحنا الانتل، هذه الأبراج، شرحنا حين الأبراج كلمنا عنها، الأبراج تفتح لك مناطق. يلا يسولف، يلا. nothing. علم كذا اشرح لك. يلا الان هنا نشتري من عنده اللي هي الماتيريا في المنطقه هذه، عنده الاربع ماتيريا هذه. نحتاج احنا الفاير اند ايس، انصح فيها، اشترى الاوتو كاست. معانا اوتو كاست، معانا اوتو كاست، لا اساسا معانا، صح صح صح. الاوتو يونيك ابيليتي ماتيريا، هاي تخليك تصلح لي حركه قويه، بس هي افضل شيء مع تيفا، افضل شيء مع تيفا، فانا مع ما تحتاجها. المورف هذه تحول الاعداء اذا انت تصح حقتهم الى ادوات، فنوعا ما ادوات نادر نوعا ما. طيب الان شو اصلح الان؟ انا شو بصلح الان؟ يلا الان نجي هنا، من هنا نشتري اللي هي الماتيريا، من هنا كومبات سيميليتر. هنا الان انصحك الان اول شيء تسويه، لا تسوي ولا شيء، لأن أول شيء تسويه تيجي هنا على هنا السومن. السومن هذا لا تقاتله الآن، السومن هذا نضاعفه الآن، تقاتله بقوة عالية، فنضاعفه. كيف نضاعفه؟ نفتح الأضرحة إلى أن يضعف عشان نقاتله وناخذ ماتيريا السمن اللي هو التيتان. هذه نحتاج إلى نهزم الأعداء الموجودة أسمائهم، شايفين تحت الأعداء الموجودة، نهزم هذا نهزم الفينورات ونهزم الإنمي دانك. فهذه في المنطقة، كل الأعداء في المنطقة، خلص لي المنطقة وخلص لي الانتلز تمام، العلامات الصفراء، وتخلص كل شيء تجيبها عشان تخلصها. هذا عندك اللي هو عندك المهمة هذه، يبغى منك تقاتل 5 أعداء في 5 أنواع مختلفة من الأعداء كويس عشان تفتح لك. وهذه الأمر تخلصها، تدخل تقاتل أعداء. إيش الجائزة؟ الجائزة يعطيك اللي هي ماتيريا حقة العلاج الكيور مستوى 2، فهذه أخلصها الآن، هذه الأمر نخلصها. عندك هنا خلص هذه، ما عليها شيء هذه، لكن هذه تحتاج الى تهزم عدو قوي، تصلح مسح 16 عدو في نفس المنطقه، وتطور شو اسمه ماتيريال الانمي سكيل الى 2 تمام. الان هذه خلصها كلها، هذه التدريبات، التدريبات يعطونك شو اسمه ماتيريال. فالان شو بصلح الان؟ انا بخلص هذه 1، أبخلص هذه 2، ما أحتاج أوريكم، وأخلص هذه كلها وأخذ الماتيريا وأرجع لكم. طيب إحنا إيش سوينا الآن؟ 1 خلصنا هذه الريجنز، هذه خلصها وتأخذ لك لي ماتيريا. خلص البيولوجي هذه، هذه خلصها مهمة جدا، هذه تأخذ ماتيريا الأنمي سكيل، تأخذ ماتيريا الأنمي سكيل مهمة جدا، وتأخذ قدرة الأنمي سكيل، الأنمي سكيل اللي هي قدرات الوحوش الآن نشوفها، أو قدرات الأعداء. خلص التوتوريال هذه كلها عشان تاخذ التروفي، تاخذ الماتيريا حقتها تمام. الان نخلص الباقي، نخلص اللي هي الاشياء الصفراء عشان. طيب اجيك بعدين اوريكم ايش اخذنا حنا الماتيريا،
نجي هنا الآن في حاجة اللي هي هذه، شايفينها الانمي سكيل هذه الصفراء، هذه مهمة جدا، هذه عشان البسها اعطيها احد الشخصيات، يفضل شخصية ما تلعب فيها، لكن هذه قوية ترى، هذه تخليك تصلح حركات الاعداء. تدرون خلنا ناخذها اوريكم، ناخذها هنا اوريكم تمام، عشان تعرف عليها. اخذنا حاجة اللي هي، شوف معي، اخذت تروفي انا اللي هو تروفي اسمه، لو جينا على السلاح هذا، شايفين ايش فيه قدام؟ هذه على السهم، هذه يقول لك اللي هي قدرة السلاح، السلاح هذا قدرة حقته اللي هي الفاير بولت بليد تمام. الان فيه تروف يبغى منك توصلها الى الاتقان، عشان توصلها الى الاتقان مثلا في اليمين شايفين في الاصفر تحت، هذا البروفيشنسي اللي هو الاتقان، كيف تتقن الحركه هذه، بس تصلح حاجه يبغى منك هنا تضرب عدو خلنا نقول ضعيف ضد النار بالسلاح هذا او بالحركه هذه، عدو ضعيف ضد النار بالحركه هذه، زي مثلا عندك هنا الفوكس ثراست، هنا يبغى منك تصلح ستاجر العدو، تضرب بحركة الفوكس ثراست. الآن هذه مطلوبة ليش؟ هذه يبغى منك تسويها وتجيب تروفي، هو تروفي جدا جدا يعني تروفي بسيط جدا. وين التروفيات؟ ما في تروفيات. التروفي اللي هو هذا شايفين؟ ويبنز 101. تعال نشوف. التروفي هذا يبغى منك تصلح حركة البروفيشنسي، زي مثلا أنا في حالة مين هذه؟ في حالة تيفا مثلا، أو خلينا في حالة أنا جبت في حالة تيفا. ضغطت اخترت الدايف كيك، فالان اوريكم كيف نجيبه. مثلا خلينا نقول في حالة تيفا، خلينا نشوف في حالة تيفا، انا جبت في تيفا اظن اسهل. شوف تيفا عنده الان علامة صح، يعني سويناها الان، بس اظن يبغاك تسويه ورا بعض. دخلنا الان الحركة حقت الدايف كيك، يبغى منك ايوه يبغى منك تقتل العدو بالدايف كيك، لكن يبغاك تصلحها ورا بعض. شوف العداد هذا يمشي، شوف الان عندك هنا لو رجعنا للكلاود هنا سويناها، ما سويناها ولا مرة، هنا ما سويناها ولا مرة، معقولة هنا عندك سويناها، صلحنا استقر العدو، العداد يمشي، فالعداد هذا يمشي شايفين؟ العدد الأزرق إلى أن تعبي العداد وتاخذ التروفي. فبالتالي هنا مثلا في حالة الشخص هذا صلح حركة الفوكس شوت وتصلح استقر العدو، لازم تصلح استقر العدو، صلحها ورا بعض لين تصلح استقر العدو ويحسب لك، يحسب لك لين تعبي العداد الأزرق هذا وتاخذ التروفي، فهمتوا كيف؟ ما شاء الله فهمتوها. طيب نيجي هنا وش عندنا هنا، ايش عنده هذا؟ هذا نعطيه، لا ما نعطيه، نعطي مين؟ نعطي البنت هذه، نعطيها نشيل هذه بليزرد ونعطيها الفاير اند ايس، الفاير اند ايس ماتيريا. اوكي ممتاز. الشيء ثاني نعطيها، بس قلت لك لا تخلي ماتيريا كذا مفلتة، انتبه اعطيه هذا حاليا عشان الاتش بي اب تترقى، على بال نصل في النهاية تترقى اتش بي اب. نعطي هنا ام بي اب، نحتاج الام بي اب، نعطيها هنا الفاير ماتيريا، نعطيها هنا نعطيها اسحار، دائما رق الاسحار، الايس ماتيريا هذه تحتاج خاص على وشك تترقي. الان نروح الى نرجع لكلاود وناخذ الكيور، هذا عنده كيور لو تذكرون، عنده كيور هنا الهيلينج، ناخذ الهيلينج اللي رقم اثنين، هذه مرقاه، في واحده مرقاه هذه شايفينها مرقاه وجاهزه. انا بس بوريكم هذه بعدين، هذه بنخليها معانا عشان نرقيها لمستوى اثنين، عشان نفتح اللي هي حاجه عند شادلي. احنا كذا كويسين، يلا الان خلص اشياء حقت شادلي. انا من فين نبدا؟ من فين نبدا؟ شوف نبغى نبدا من هنا، نبدا من هذا، احنا طالعين كذا وناخذ هذه وننزل تحت ونفتح اللي هو البرج هذا، نخلص في اليمين هنا، نبغى نخلص في اليمين هذا، كل شيء في اليمين هنا، بعدين نروح على المنتصف، نروح هنا أول شيء، أوريكم شيء هذه، بس وين الشكبو؟ الشكبو ما جبناه يا أخي، الشكبو عشان نجيب لازم نفوز في المسابقة حقته، طيب أوكي أوكي، هنا بس أوريكم المتاجر اللي هنا، عندنا متجر هنا، هذا متجر، هذا متجر أدوات. يعطيك ماتيريا ذا برضو أدوات عندك، هذا حق اللي يعطيك الصحة 350، هذا يرجعك للحياة إذا مت، هذا يعالج السم، هذه الكوشن هي هذه الكوشن عشان ترتاح في الأشياء الخارجية، بس ليش عليها في تخفيض ما شاء الله 100%؟ كيف تخفيض 100%؟ يعني كم؟ يعني 100 دولار صاير أو 100 جل، هذا الكوشن برضو نفسها
عشان تجلس على الكراسي الخارجية في الشارع أو في العالم المفتوح. هذه زي ما تشايفين، هذه الدروع، هذا ايش تعطيك؟ هذا يزيد لك اللي هو القوة 5%، يزيد لك الفتيليتي الصحة 5%، هذا يزيد لك اللي هو قوة السحر 5%، هذا يزيد لك سبيرت 5% اللي هو دفاع السحر، هذا يصلح لك لو جراند لايف إذا مت يرجعك الحياة. عندنا شيء مو معانا، كل شيء معانا هنا. طيب من هنا الرقي اللي هو حركات أصحابنا، هنا الرقي حركات أصحابنا بالإس بي السينرجي. نفتح هذا، ايش هذا؟ هذا يزيد لك الاتش بي الصحة، يزيد لك 200 نقطة اتش بي صحة، ممتاز. هذا يخليك تضرب اللي هو السحر ثلج بدون ما تستهلك نقاط سحر، ممتاز. الواحد تكلف 5. طيب ايش عندنا هنا؟ هذا فتحناه، شوف هذا ايش، هذا يزيد لك الصحة 200 نقطة، ممتاز. نفتح السينرجي، هذه السينرجي نفتحها الأشلة تكتيفة هنا. هذا increase damage dealt by unique ability، هذا خليك صلحت حركات الأسلحة، يزيد 5%، ما نحتاجه. خليك تضرب السحر بدون سحر ثلج بدون ما تنقص صحة، ما نحتاجه. خلنا ناخذ هذه بس كده، نريح هنا بس. لا بنروح لسباق الشكب، وفين لازم سباق الشكب عشان ناخذ الشكب، الشكب ما اخذناه. انا احفظ اول شيء، دقيق ايش فيه، ايش حفظنا زمان. يلا نروح لسباق الشكب، لا شكل شكب، دقيقة يبغى مني حاجة. نجينا الشخص هذا نكلم هنا، فين هو؟ نكلم هذا بعد شادلي، هذا زعلان ده ما ادري ايش فيه والله، هو زعلان ولا ايش؟ يقول لك الان خلاص، الان نستدعيه، اصلا نستدعيه، اعطانا اللي هو اوكي، اعطانا الصافره نستدعيه الان. بس اظن لازم السباق، اي لازم السباق، سباق غثيث هذا لازم تفوز فيه اصلا. هذا شادلي متكل هنا النكبه، المفروض شادلي يجيني بعد السباق المفروض. يلا هيا خش السباق، لا نستدعي الشكبو، خلينا نخش السباق، السباق فينا، خش السباق، السباق عشان نبغى قطعة اللي شو اسمه، انزل، قطعة اللي شو اسمه، الدبلات، يلا خش السباق، هذا السباق هنا، السباق هنا شايفين، يلا، السباق هذا يفضل تفوز في أقل من 40 ثانية، يعني 35 ثانية. يلا يلا نركب وشي الشوكوبو، نكلمه، يلا يلا. يقول لك كيف الآن؟ لازم تجيب أقل من 40 عشان شو اسمه، عشان تاخذ اللي هو، تقدر تجيب 30 أنت عشان تاخذ أول قطعة مطلوبة للبلات. والله يلا يس، الآن بس اضغط R2 ولازم تضرب هذه الأشياء، R2 ضغطتين كذا، أيوة أسرع، يلا لا تضرب يا شيخ، ضغطتين كذا R2 عشان يسرع، يلا ادعس، أيوة ادعس، اضغط R3 كمان، شفت نفسك طورت، ما انت مسرع يعني، يلا خلاص يا باقي. يا شيخ 33 ثانية ليه؟ جبناها كلها، خلاص انت وياه. يقول لك الان تقدر تروح تاخذ اللي هي المهمات. بس باقي لنا هذه البيست تالون، ما هي مشكلة، أهم شيء جبنا أول قطعة. يلا لا يا تعال يا بوكو، تعال يا مدري ايش بوكو من شكبو. يلا الآن فين بنروح؟ الآن بنروح فوق،
وفوق انت ضغط لي R2 عشان تدعس، كمان R3 كمان يدعس. حركة الشوكب هو ليش؟ هي إيه فهمت الآن ليش زي كذا الحركة؟ يبغونك تجري على شو اسمه؟ ما ابغى لغات الاعداء، بس يلا ما دام حنا فيها اوريكم. صح زي الان انت الان افضل شيء تبرت مثلا، تبغى تصلح دقه مثلا، تبغى تجيب التروفي، التروفي اللي هو ويبنز 101، العب مثلا بيرت، تمام العب بيرت مثلا اوريكم حاجه. ويلا الان تدخل على ابيليتيز وتصلح الحركه هذه الفوكس شات. شوف حتى الحركه عليها، الحركه عليها نقطه زرقاء، يعني ايش يعني؟ هذه مطلوبه في اتقان السلاح. شوف يعني نقطه زرقاء، نضغط يلا نضرب اي شيء، صلحنا الاستاجر. شوف الان اخذنا نقطه، شوف كيف، وزي كذا لين تعبي العداد الازرق. الان باقي له شويه، يلا يمدينا فوكس شات اظن الان حساب لنا. فصلح زي كذا لين تاخذ اللي هو التروفي، تمام. انا جبته والله، ما كنت اصلا عامل حساب اني اجيبه، بس اجري اول نقطة. في شيء تحت في الشاطئ صح؟ في الشاطئ كيف؟ في الشاطئ معركة، بس نجينا اول شيء. وين ذا؟ هذا اللي فوق ذا. اوكي طيب يلا انزل، خلص هذي كلها عشان تجيب البلات للأخير زي كده. هذا التقليص اللي هو 100%. يلا فيني هذي؟ فانا الشوكبو، الشوكبو يتسلق معاك حلوة. ايش اخذنا انتل؟ طيب اوكي يعلمك، يقول لك اتبع هذا الشخص. طيب ما مشكلة نجي هنا، هذه اول واحدة. هذه حتى عنده اللي هي عند هذه ادوات صناعة، ممتاز. يلا شو تصلح هنا؟ بس كذا، وضغط مثلث اذا وصلت الحلقة في الاخير، وضغط مثلث وضغط مثلث، خلاص خلصنا اول انتل، اخذنا نقطة، ممتاز. قلنا 10 كمان، خلنا نقول العملة هذه. يلا واحد بعده، اللي بعده اللي بعده، فين نروح؟ اللي بعده نروح هنا في الشاطئ. يلا يلا ندير نجي من هنا، ما يحتاج نجي. طيب اوكي ما مشكلة، ما يحتاج نتسلق، يعني التسلق كان حركة غبية. عندك أعداء اسحب عليهم، ننزل تحت الشاطئ بس نخلص الليلة، نقتل تحت الأعداء، نكشف حاجة. كمان بنت، هذه أختي ذي. الآن عندنا هنا عدو، يلا ننزل الأعداء ذولي. المعارك هذه شرحتها قبل كده أنا، المعارك هذه اللي هو رغم إنك تخش المعارك تصلح بعض الأشياء، زي عندك الأعداء ذولي لا تتعرض للتسميم، تصلح لهم ستاجر وتصلح لهم برشر. أيوة أنمي أنتو شايفينها؟ نشوف العداء الحين ايش عندنا. عندنا التوكسيس رات، التوكسيس رات هذا ضعيف ضد ايش؟ ضعيف ضد الثلج. خلاص فاول شيء اضرب بالثلج واصلح له ستاجر و اخليه كله. ليش ريد؟ وش جاب ريد عندي؟ ايش جاب ام ريد؟ ريد ايش جابه؟ يلا ما مشكلة، طلع هذا استاجر بس، صح هذا استاجر. بات معي تيف ويجاب ريد. يلا يلا، لأن التيف اللي هي مع النار هذه ما هي لازم تجيبها كلها 100%، يعني هذه بس إذا جبتها كويس تجيك حاجة حلوة، بس أدوات حلوة. لكن هذا الحيوان دقيقة انت يجيب امه ذا. دقيقة نغير من هنا، نغير من هنا. ايوه هذول الشباب حقيني، ها
خلصنا من هنا. تعال يا يلا تعال هنا يا اخي، اضطرتك انا. هاي يلا يا وحش، يلا يا دجاجة. والله شيء الدجاجة دي لو تقسمها مسحها بكم حبة تطلع، بس مسحها بكم تطلع. هذه بنخليها في المقطع الجاي. تمام، الآن بننزل هنا البرج هذا، لأن هذول ايش قصتهم؟ هذول عليهم تروفي، إذا خلصت هذولي تفتح لك أربعة وتاخذ التروفي. تمام، هذول بتخلصهم واحدة عليهم تروفي. الآن نجي هنا نفتح اللي هي هذه، أنزل هنا يقول لك اللي هو فيه هذه أستر، وشوف تأكد هل في تروفي. أظن في تروفي خاص فيها دي، تفتح كثيرة، تفتح لي مناطق كثيرة زي هذه، ممكن أظن تفتحها كلها في العالم، بس ما يحتاج ترتاح فيها، بس افتحها خلاص. وتاخذ لك لو جولدن بلم عشان تشتري اللي هي أدوات خاصة بالشوكوبوس، تشتري لهم درع وما درع. ايش شي حصل؟ اوكي اوكي يلا، هنا في شيء، هنا في شيء، شايفين هنا؟ خليكم معاه، هنا في حاجة، النقطة هذه احفظوها. الشكب طلع فوق علامة استفهام. الآن كيف نبحث عن الكنز؟ يعني هنا في كنز مدفون، كيف نبحث عنه؟ علق لي على الديباد فوق، شوف الشكب وكيف ينظر في الأرض، وتحرك بعصا التحكم اليمين، تحرك كذا، شايفين؟ الدائرة عليها سهم، أي يقول لك هنا، هنا فيه حاجة، يلا نتبع هنا، ونروح هنا فوق. هنا أظن الشيء هنا، شايفين؟ مرة ثانية اختفى، ما هي مشكلة، نجي هنا، أظنه هنا، هو هنا. طيب، أوكي، يقول لك هنا، هذا هو، إي جايين على الزاوية تحت، هذا هو، إذا جيت عنده، اضغط لي بالديبات تحت عشان يحفر، أخذنا قطعة، إيش أخذنا؟ أخذنا روبي. اوكي ادوات تطوير ممتاز. طيب حلو حلو، دقيقة ايش صلح؟ تدرون خل نخلص من فوق من هنا وننزل كذا افضل، كذا يصير ترتيب افضل، كذا افضل، نخلص بسرعة. ضغط دايرة ينقز الشكبو، غريبة تو انتبهت، تدرون؟ معك من الأعداء ذولي أخذ من عندهم، أنت قتلهم طبعا، لا تصلح زيي، قاتل عشان تظبط أمورك. هنا فيها أساس فيها نخشين على ذولي. يا أخوي وخر يا أخوي، جاي على الباب أنت، الله يقل فاهل. يلا نخشينا مش على ذولي، بس هنا ما يهم إيش تختار إجابة وما تختار إجابة، ما يهم، بس أهم شي خلصهم هذولي، خلصتهم يطفشوا لكم كل شوية كذا، تغير كل ما خلصت مكان يفتحون مكان جديد، فتجمع من عندهم قطع عشان في الأخير تقاتل عدو كذا نوعا ما، زعيم قوي نوعا ما، شوي ما مرة قوي بس قوي. ابيلتي أول شيء أسيس هذا على وشك يموت. طيب اسس بورت، طيب باقي لنا مين؟ اظن كله نفس الشيء، اظن باقي لنا اسس واتش. ممتاز، ليش معاي ذولي هذا من؟ طب اوريكم حاجة، لو دخلنا على بيلتي ودخلنا على سونيك بوم، السونيك بوم هذه احد حركات الاعداء، لازم تلبس اللي هي الماتيريال حقت الانمي سكيل عشان تصلح الحركه هذه. اللي حركه تسوي لك هذه تصلح له وند ماجيك اللي هو سحر الرياح. الان بس نضرب بالحركه حقت ذا بيرت اللي هو فوكس شات عشان صلح استقر، صلحها مره ثانيه، ما عندي
يلا اضرب. خلاص انا خلصت منهم دولي، قتلتهم وقلنا كمان تروفي اللي هو الاول. تمام، اللي هو هذا تاخذ انتل في 5 مناطق، فتحنا انتل في 5 مناطق. طيب الان طلع لهم مكان هنا، شايفين مكان هنا شايفين، واذا خلصت المكان هذا يطلع لك مكان هنا، وبعدين تروح هنا وزي كذا. طبعا فين بنروح هنا الان؟ خلصنا من هنا بنروح هنا. تمام، بس تدرون الان توقف كذا طول المقطع، فبالتالي راح نقفل حنا الان المقطع، نتكلم فيه في اشياء كثيره. راح نقفل الان، دقيقه هنا الشكبو، اظن هنا فيه شكبو ستوب. دقيقه خلنا ندعس نفتحها ونقفل، اظن هنا فيه. طيب احنا ايش بنصلح الان؟ بنقفل هنا. تمام، انا واقف الان هنا شايفين، نحفظ الان ونقفل ونكمل معاكم المقطع الجاي. ما ودي نطول المقاطع عن 30 40 دقيقه، ما ودي الشيء هذا. واقفين هنا. تمام، نخلص كل شيء تحت، نخلص هذه كلها ان شاء الله المقطع الجاي، بنطول شوي لكن نخلص كل شيء ان شاء الله. في الختام لا تنسون اللايك وشارك القناه ودفع المقطع اصحابك، خلهم يستخدمون اذا انتم مهتمين بلعبه وتروفيات فان فانتسي 7 ريميك ريبيرث. عليكم حساب انستغرام واكس، وتكون عامل حبايب تصل دايما.